زينب تقول ماكو مراية بس كان الحسن شفاف أعلى وجه الحسن أم تسوي شيلتها. كون الطاف حليم والبيتنا نعود وينصب زادنا وعباس موجود. هذا اتهام له حقيقة. شنو؟ إنه بالجهل. الشعراء أنا أقصد. كلش. أنت راضي على الوضعية هذه؟ المكان اللي موجود بيه على عبد من بين الشعراء هو أقل مما يستحق. زين أنا أسألك إنه جيل عريان. جيل عريان وين؟ السبب وين؟ خلينا اليوم نقض الجرح. ليش وكأنها خلقت للعراقيين؟ تقول ليش على سبايكر؟ 1700 دفنوا بنص ماي باكر من تطق شتخضر الزرعة. المن تقول ليش؟ وطن ما بي ضحك بس على عقول الناس ساويت النفط والغجر بالسمعة. آخر كلمة إلك للكاميرا. أهنت غيرة ومذول أهنت لقيناهم ولا ذرت محنت.